بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا أحبائي، موضوع اليوم حيكون مباشرة عبارة عن اللايت ميكس، وحنختار رندر الكورونا عشان نخرجه كفيديو مع مونتاج. حيكون معنا في أسفل الفيديو مجموعة الصور اللي استخدمتهم من أجل التطبيق العملي بالإضافة للفاير تمبلت، وحيكون في عنا الفاينل ريزلت، واللي حاب يطبق نفس التمرين موجود في الأسفل عشان التجربة. أنا اخترت المشهد السابق الموجود عندي لأنه ريدي وجاهز، بس بدي أستسمحكم بداية أنه حيكون عندنا فترة إعلان، وبعد فترة الإعلان حنبلش نتكلم عن المونتاج والرندر مباشرة داخل برنامج الماكس. حنشرح الطريقة هي كاملة، وهي أبسط مما تتصوروا، وحيكون مرفق معه البرنامج نفسه للمونتاج. تابعوني بعد الإعلان. والآن مع تفاصيل المشروع. بداية، أول شيء بهمني عند الحديث عن اللايت ميكس هو الكبسة الخاصة بالإنتراكتيف لايت ميكس سيتاب. هاي الكبسة ضروري جدا نعرفها، من خلالها بحدد كيفية التعامل مع اللايتس. فيها عدة مجموعات. المجموعة الأولى هي إنستنس، هي النسخ ذات العلاقة، هي جروبت المجموعات اللي تم عملهم جروب، والإنديفيدوال كل لايت لوحده يعامل معاملة خاصة في بشكل منفصل. كل واحد فيهم بأخذ مساحة من الرام، وكاتبين لك بالضبط كم الميموري اللي حيكون محتاجها لعمل هذا الأوبشن. أنا شخصيا حسيت أنه جروبت أفضل نوع، بحيث أني حددت الجروب. بعد ما نختار جروب حختار جينيريت وأعتمده. لكن قبل ما أختار جينيريت، في كبسة هون اسمها Included in Denoising، لازم يكون كل لير أو كل طبقة ينعملها Denoising بشكل منفصل لوحدها. أنا عملت Already Generate، فما بدي أعمله مرة ثانية عشان ما يكون عندي Duplicate. طيب ليش اخترت Grouped؟ أنا اخترت Grouped، أخف إشي على الميموري، بنفس الوقت التحكم فيه سهل. بداية المصدر الضوئي، لتسي هاي القطعة اللي هي الثرية اللي في الأعلى، المصدر الضوئي فيها متعدد وجمعتهم كلهم بجروب واحد. ليش متعدد؟ لأنه حعاملهم معاملة لايت واحد، ما بصير أني أغير لون حبة فيهم والحبة الثانية لونها مختلف، أو قوة حبة أقوى من مصدر ضوئي آخر، فمفروض يعامل معاملة لايت واحد. عشان هيك هروح على ديسبلاي وألغي الجيومتري. عندي لايت واحد جمعته، سميته لاير، سميتها سوري جروب، سميتها لايت ميكس 1 جروب لايت ميكس، يعني كل مجموعة لايتس جمعتهم از جروب وسميتهم لايت بهالطريقة. ما عندي مجموعة كبيرة من اللايتس، لكن كلهم مع بعض هو عبارة عن سبع أو ست مجموعات. بشكل عام ست مجموعات اللي أنا اخترتهم داخل الرندر. ممكن يكونوا إنستنس مع بعض، ممكن تكون الحبة هاي إنستنس مع الحبة اللي هون، ما في مشكلة. أنا اخترت لهم يوزعوا توزيع الجروب بشكل أو بآخر. الآن نروح على نفس الرندر سيتاب، اختار شو كورونا فريم بفر، فاخترت من الفريم بفر سوري هاي الجروب اللي اخترتهم. فعندي جروب 2 هذا الضوء اللي هو جروب 2، جروب 3 6 11، وفي عندي تريك حنتكلم عنها بالنسبة للنار. في عندي الصورة هاي اللي هي كورونا تكستشر ماب، حسيتها جميلة أثناء العرض، حلو في البرزنتيشن بشكله النهائي. اللي عملته بالرندر إليمنتس، لو رحنا على الرندر أفتن وأقرأ بالضبط اللي أنا عملته هون بالرندر إليمنتس، أضفتهم كلهم كجروبس، أو بصراحة الكبسة نفسها هاي اللي هي الانتراكتيف هي اللي أضفت ليهم بشكل أوتوماتيكي، بس أنا أضفت اللي هي الكورونا تكستشر ماب، وأضفت من كورونا تكستشر ماب AO كورونا AO الأمبيانت إكلوجين ماب، إني اخترت ماتيريال وعملتها دراج مباشرة الصورة بهالطريقة. اخترت رات كليك واخترت مابس كورونا AO this one بهالطريقة، وعملتها دراج على المنطقة اللي هون بهالطريقة، ما في اختلاف يعني as instance. الأمر سهل وبسيط جدا، بس إذا حاب أنت المسافة تكون أكبر من 10 سنتي سوري من 1 متر، ممكن تضيفها أو تقللها. هي 0.1 m، يعني بعد دفتها هي 10 سنتي، أنا أضفتها عشان أشوف variation في اللون الأسود. That's it. الآن في الرندر setup، بالرندر حبيت أن يكون الكواليتي للرندر ما له علاقة بالباسز، ما له علاقة بالوقت، له علاقة بالنويز ليفل. عملته 5%، أخذت معي تقريبا ساعة ونص. أضفت دينوزر اللي هو معامل الهاي كواليتي دينويز،
هو باي ديفولت بوينت 7 عملته واحد عشان الكواليتي يزيد، لانه ما عندي تفاصيل صغيره اللي يعملها ديستروشن يخربها. فاذا كان عندنا تفاصيل كثير صغيره فممكن النويز لما يكون بليفل واحد يخربهم، لكن بوينت 7 مناسب وانت بالسيف سايد بشكل او باخر. الكومين اللي هو حجم الرندر عملته 4700، يعني اخذ ساعه ونص رندر، وما كنت مستعجل عشان هذا التمرين واقدم لكم اياه بشكله الواضح. الان بعد عمليه الرندر نشوف الرندر، في عندي حفظ. الان حفظ قبل ما احفظه في عندنا بوست برودكشن، ممكن ازيد واعدل بعض التفاصيل في البوست برودكشن في المنطقه اليمين، واحاول اطلعه بشكل الانسب بشكل الافضل. في عندنا لوك ات تيبل، ممكن نستخدم لوك ات تيبل. ممكن بالفيديوهات القادمه اشرح اللوك ات تيبل بشكل مفصل اكثر مع تزويدكم مكتبات ان شاء الله في هذا المجال. الدينوزر شغال اموره تمام. ممكن اضيف كمان شاربنس لبعض التفاصيل، بعطيني كواليتي وامكانيه كثير لاعدل على شيء مميز. لو دخلت على التايتل، اخترت انا مثلا البيوتي النهائيه، حسيفها از بي ان جي من سيف. ممكن اختار كورونا 1 اللي هي منطقه اللايت اللي هون، حسيت انها ضعيفه بدي اقويها اكثر، فممكن اروح على الاكسبوجر فاليو وازيد القوه اكثر لدرجه مقبوله نوعا ما تقريبا بالواقع. والدينوزر اوريدي شغال، حيعمل لها دينوزنج، فما تقلقوا لا، لانه انتراكتيف هذا النويزنج او الدينوزنج. الان بالسيف النهائي، السيف النهائي عشان تكون بالسيف سايد وممكن ما تخسر شغلك، ممكن سيفها از كورونا اكس ار. كورونا اكس ار ممكن سيفهم كلهم از بي ان جي. لو سيفتها كورونا اكس ار حصل على فايل مثل هذا الفايل. الان عندي الكورونا سيفته از سي اكس ار فايل، حجمه 3 جيجا بوينت 7، يعني ما تستهينوا فيه. بشغل واتعامل معه حتى والماكس مطفي، بيصير عندي هاي القدره في التعامل بالتفاصيل داخل المشهد. هاي الصوره بشكل عام، والان هاي الصوره بتحتوي على نفس الميكس السابق اللي انا اخترته. ممكن اختار الانفايرمنت او اختار بس لون واحد ومصدر اضاءه واحد بهالطريقه، وفي امكانيه يعمل لي نفس السابق البوست برودكشن، ازيد اضاءه واقلل الاضاءه، وممكن اختار لايت مصدر اخر لللايت، وحسيف كل واحده اما بالطريقه هاي او من الماكس مباشره. ويفضل نسيفه سي اكس ار، يفضل عشان يكون عندنا يعني موجود على طول، ما اخسره بعد عمليه الحفظ واني انهي الماكس واخلص الماكس، ابدي الرندر هذا يروح علي على الفاضي. فممكن اعمل له سيف اول وسيف كل الصور از اي اكس ار او بي ان جي، مثل ما تحبوا بي ان جي او اي اكس ار. وانا بحب البي ان جي لانه بي ان جي كثير كثير فيه كواليتي عالي جدا. الان كيف نمنتجه ونحط له صوت بشكل عام على برنامج المونتاج، تابعونا. برنامج المونتاج حنتكلم عنه اسمه فيجاس، سوني فيجاس برو 18، وحيكون موجود له رابط في الملف اللي حيكون في اسفل الفيديو ان شاء الله. وعملية اضافة الصوت هي اهم نقطة في الموضوع، اختيار الصوت اهم نقطة في الموضوع. بعد ما اختار الصوت بنطابقه على الصور بهالطريقة. الان حنبلش في هذا الاوبشن من A to Z، وانا مجهز لكم سامبلز، يعني حيكون في عنا الفايل اللي انتم شايفينه هون شغال، هي عباره عن فيديو انا عملت له داونلود من موقع على الانترنت، وحيكون مضاف لبعض الصور اللي عندكم بالاضافه لباقي الصور هاي كلها عشان نطبق عليها عمليا. الان كيف نتعامل معه؟ حيكون بهالطريقه، فايل النيو دون سيف. اول شيء بيهمني حجم الصوره اللي هو الويث اللي هو فول اتش دي 1920 ب 1080، نعطي اوكي. الان حعمل رايت كليك او اوبن، واختار من اوبن بدايه الصور، حختار الاولى اللي هي الصوره اللي فيها لايت 1. لاحظوا اول ما تجيني الصوره مباشره بتكون موجوده في الاكسبلور البروجكت اللي هي بروجكت ميديا موجوده عندنا هون. لو عملت لها ديليت من الكيبورد ما في مشكله، بقدر انزلها مره ثانيه وحطها في هذا المكان. وهذا التايم لاين، والوقت اللي بيعطيني تقريبا 4 ثواني وشوي للصوره، 4 ثواني وشوي. فانا ممكن امشي بالتايم سلايدر واشوف
الوقت المناسب، ممكن أمسك نهايتها أصغرها وأكبرها بشكل أو بآخر. نختار كل الصور، تقريبا هاي مجموعة الصور كاملة راح أختارهم مرة واحدة. لاحظ كيف رتب لي اياهم بشكل اوتوماتيكي، انا ما بدي اياهم الان، نعملهم ديليت 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 بالكيبورد ديليت، بس هم مجمعين في البراوزر الخاص في البرنامج. بهمني الان اهم شيء، وهي حتى ديليت، بهمني الان اهم شيء اللي هو الساوند. ضروري جدا الساوند يكون هو الاصل، فانا مش ضايفه، حضيفه الان مع تم اضافه الساوند موجود عندنا هون. حمسك ودراج بهالطريقه، فهذا الساوند لحاله عمل لي له لاير خاصه فيه. لو عملنا بلاي عن طريق سبيس من الكيبورد، ممتاز. الان الزوم اللي عندي بالاسفل هيو القطعه اللي هون، بعمل زومينج على كل الساوند. انا محتاج الساوند ما يكون من بدايته، مثلا عجبني اللقطه اللي هون، كليك في المنطقه اللي هون وعمل بلاي. جميل، ممكن اختار المنطقه اللي هون، عجبتني، بدي من المنطقة اللي هون تبلش الفيديو معي كامل. احط التايم سلايدر هون واكبس حرف الاس، اس يعني سبلت. الان فصلت القطعة هاي عن القطعة اللي هون، ديليت من الكيبورد وارجعها لبداية الفيديو. الان نكبس على البداية، ممتاز. حكبر واصغر بهالطريقة. حختار الصورة الاولى، او لا الصورة الاولى مش هاي، اختار الصورة الأولى اللي هي بي ان جي 1 وحطها في المنطقة اللي هون، واحاول اصغر اكثر 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 اكثر، واربط العلاقة بالصورة بالموجة الخاصة بالساوند. يعني لاحظوا كيف هون علي الصوت، هون وطي، علي وطي، فبدي اول ما يعلى الصوت تظهر الصورة، يعني قبل ما تكون موجودة الان ظهرت. لحد ضربتين بعدها تختفي، هون بديها تختفي الصورة هاي، برجعها لبداية القطعة هون بالضبط. ونحاول نقراها من البداية، نكبس سبيس، ممتاز. الآن بدي الصورة الثانية، اختار الصورة الثانية وعملها دراج في المنطقة اللي هون، ولاحظوا انها بلشت مع بداية الصوت وحاب تنتهي في المنطقة اللي هون، فممكن اخليها تنتهي، امسكها من نهايتها للمنطقة اللي هون. فالآن نعمل بلاي او نكبس على الكبس اللي هون هوم، اها في المنطقة اللي هون بلش التغير في الساوند، نختارها تكون هون لحد هون خليها. طيب انا محتاج انه الصورة الاولى هاي تختفي، لكن مش مفاجئ بشكل مفاجئ، تختفي بشكل gradient، يعني تحول الاسود شوي شوي. ففي عندي بالزاوية هون كبسة لونها ازرق شايفينها، اسمها فيد، نمسكها ونزيحها شوي على الشمال، فبصير يقل تقل القطعة او يقل transparency اللي داخلها بشكل يعني مقبول للعين نوعا ما. نشوف مع بعض، ممتاز. بس مش هاي الصورة اللي بدي اياها، بدي الصورة اللي هي اثنين، دراج واحطها تقريبا مع بداية الساوند، جدا مهم يكون مع بداية الساوند. نسمع الساوند مرة ثانية من البداية، ممتاز. لحد هون كافي بالنسبة للصورة، حوصلها تقريبا لحد المنطقة اللي هون، تبلش تختفي معاي من المنطقة اللي هون. اختفت الآن، حيبلش عندي في الهاي ليفل ساوند صورة ثالثة اللي هي الصورة رقم 3، دراج واحطها في المنطقة 3، وممكن ادخلها اكثر لجوا. الآن لو دخلت لاير مع لاير صار بلت ان بشكل اوتوماتيكي فيد ان فيد اوت، لو طلعت هون حتلاحظ انه تم تداخلهم بشكل جدا منطقي، بحيث انتقلت الإضاءة من ليفل لليفل آخر. لكن هذا التغير لازم يكون على 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 ساوند عالي، في منطقة الساوند، فممكن يكون في المنطقة اللي هون أفضل. الأول مرة عملنا اللي هو الفيد عشان نطلع من الصورة، الثاني دخلنا لاير مع لاير أو صورة مع صورة بحيث نحصل على الميكس بهالطريقة. ممكن نسمع مرة ثانية، ممتاز. لازم هون تكون المكس على حسب النغمة للصوت، فحبعدها أكثر وأعمل انتراكتيف ويكون منتصف التقاءهم على القطع اللي هون. نعمل بلاي مرة ثانية،
أعتقد هو مناسب. هون بس لهون كافي، هنصغرها وندخل صورة ثانية بعد اللي هي ثلاث، ندخل الصورة بالمنتصف وتراك بهالطريقة، كلهم حيكونوا بنفس الطريقة ونعمل كمان فيد إن فيد أوت، جميل جدا، بس يلتقوا هون في المنطقة اللي هون، فراح يكون منتصف الفيد إن فيد أوت في المنطقة اللي هون، أطولها أكثر وأجيب التقائهم بالضبط يكون في المنطقة اللي هون، نشوف مع بعض. بترجع للشخص نفسه إذا كان الموضوع بطيء أو سريع، it's up to you، أنت صاحب القرار في الموضوع، بالنهاية حيكون شغلك. بالضبط، حنخفف ونشوف لوين الميوزك، اعذروني حشغل ميوزك كثير عشان أشوف الفرق. بهالطريقة حيكون معظم شغلنا، وترتيبهم بشكل أو بآخر. الآن كيف ندخل النار؟ النار اللي تم إضافتها مع المشروع كيف ممكن ندخلها؟ نعملها أول شيء open. بحكي لأنه حجم النار كفيديو مختلف عن حجم الأوتبوت تبعك. في مشكلة نحاول نعمل or do you want to set your project video setting to match the media، غير لك المشروع تبعك to match no. لا ما تغير لي، خلي المشروع تبعي زي ما هو واعطيني الفيديو زي ما هو. الان هاي النار اجت فول سكرين، الهدف اني اصغرها واجيبها في منطقه داخل الفاير بليس في المشروع. بدايه بدي تو لايرز، حاطي رايت كليك واختار انسرت فيديو تراك عشان احطها بالاعلى، واحط تحت منها واحده من الصور. مثلا عندي الصوره اللي هي لتسي، احنا اخترنا اخر شيء 4، نختار 5 الان دور 5 نحطها كلاير، وممكن تكون النار اصلا جايه بطريقه انه تمشي مع الميوزك. نبعدها شوي ونقرا الميوزك، شوف ترتيبها وين. هاي تقريبا هو مناسب مع فيد ان فيد اوت، يا قبل يا بعد، نختار قبل، تيجي على التغير اللي هون مباشرة. ممتاز، الآن حجيب النار الفاير عليها، وبدي الفاير تبلش مع ميوزك، ما تبلش بدون ميوزك، بديها تبلش في المنطقة اللي هون وتكون فيد إن، يعني تبلش خفيفة الفاير بعدها تقوى شوي شوي. بس الفاير حجمها مش مناسب بالنسبة للمشروع، بسيطة، حروح على الكروبينج اللي هي الشكل الأول event pan and crop، كليك عليها، بدي أحاول أصغر السايز، عملت بالعجل زوم أوت وكبرتها لبرا أكثر 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 أكثر. خلينا على المنطقة نلغي بس الفيدينج عشان أشوفها واضحة على طول، كمان أصغر حكبر وأجيبها بالمنطقة المناسبة بالضبط exactly. وفي زوائد، أنا بدي بس المنطقة اللي ما فيها زوائد هاي، فحروح على كبسة هون صغيرة اسمها ماسك، وحاول اختار بالماسك، يعني اني ارسم عليها زي ركتانجل او دائرة، انا بديها ركتانجل عشان اقص الزوائد يمين وشمال. بحكي له محتاج بس المنطقة هاي، تقريبا بس المنطقة هاي في الماسك، ما بدي شيء تاني، او حتى ممكن اصغر كمان من هون ومن هون. فهاي المنطقة اللي محتاجها، المنطقة اللي خارج الماسك انا ما احتاجها، انتهينا خلاص. الان هيك قبل الفاير وهيك بعد الفاير، بس الفاير دخلت مفاجئ، حدخلها شوي عن طريق الفيد ان فيد اوت بهالطريقه، تدخل معانا الفاير كانها بتولع شوي. بهالطريقه حتعمل مشروعك، وبيضل عندنا اخر نقطه اللي هي الاوتبوت. بس اخلص كل شيء، هروح على فايل واعطي ريندر للمشروع، ريندر از، وانا اخترت اللي هو امبيك 4 وهو افضل نوع من انواع الاخراج، واخترت الحجم اللي انا اصلا محتاج اني اخرج فيه اللي هو 1080x1920 اللي هو فول اتش دي، والفريمينج حيكون 29 فريم بير سكند، واعطيه ريندر از، حياخذ ثواني وطلع لي الفايل النهائي اللي شفته. هاي الفايل النهائي وحجمه بسيط 20 ميجا، ودبل كليك عليه.
نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. لكم مني التحية، تحية حب واحترام. السلام عليكم جميعاً.